زيت لا سور دابراهيم شانكال. انت اخته لابراهيم شانكال؟ اي نعم. شوفي وي كيس كيليا. كنت اسك تو يا في تون فرير بور لا ديرنيير فوا؟ اي ما شفتي اخوك لاخر مره السنه الماضيه مثل هالايام. Nous avons besoin de lui. On l'a cherché à Banias, mais on nous a dit qu'il était à Al-Karab. نحن بحاجة إلو. سألنا عنه بانياس قالوا إنه بالخراب. يا مو معقول. لو كان إجا على الخراب كنت شفته. لأنه ما له حدا غيري هون. مفيد؟ قوم اطلع على اللوح. ليش اطلع الدرب الحمار؟ شفت قطعه احسن من بلاه. الحمار حيوان يا حيوان، وله روح بيتألم مثل الانسان. اذا كان الحمار له روح، ليش الانسان ما له ذنب؟ شو؟ شو قصدك يا ها؟ لو شفت انسان له ذنب كنت بقطع له اياه. اها هيك لكان. نعم استاذ، لانه الانسان ما حلو بذنب. حتى القرد ما له ذنب. وين شفت القرد انت؟ شفت صورته بالكتاب. ما صحيح، بالكتب المدرسيه كلها ما في صوره قرد. بس انا شفته. انت كذاب؟ لا مو كذاب، حتى اسال الصف. نعم استاذ، الصيفية الماضية اجى عبد الله على الرجال ومعه قرد. والقرد كان بدنب ولا بلا دنب؟ دنب استاذ. شفت انك كذاب؟ اولا لانك ما شفت صورة قرد بكتاب، وثانيا القرد له دنب. انا ما بيهمني هداك القرد، بس القرد اللي شفت صورته كان بلا دنب. وشو رايك بشهادة رفقاتك؟ كذابين. أنا؟ أنت ما شفت القرد لا بالصورة ولا بالضيعة. إيه بس أنا شفته بالمدينة وكان له ذنب. لو شفت قرد له ذنب كنت قطعت له إياه. يعني أنت مصر تعترف بجريمتك مرة ثانية؟ ما بعرف، بس رح أقطع ذناب الحمير والقرود وكل الحيوانات، وإذا شفت إنسان له ذنب رح أقطع له إياه كمان. إذا أنت مالك إنسان، أنت وحش. تمام، أنا وحش. الحالة ما في فائدة بالكلام معك، ولا في فائدة من معاقبتك. مظبوط. يعني ما في أي أمل بإصلاحك. ما في أمل. وعما تقولها بكل وقاحة؟ بكل وقاحة. شو بدك مني أكثر من هيك؟ ضربني وخلصني وحاجة تعذبني بسألتك. لا، ما رح أضربك لأنه ما في فائدة من ضربك. أنت ما بتحترم المدرسة ولا بتحترم الأستاذ. أنت وحش ما بتحترم حدا، والوحوش ما لهم مكان بالمدرسة. أنا رح أتخذ الإجراء وأوضح كل شيء للمختار. وإمتى بكون تنهوا هالشغلة؟ أنو شغلة؟ شغلة الطرد. هلا حالا خذ اغراضك والالي، يعني ما عاد لك مطرح هون. هيك احسن. Thank you.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضل. شو وجهك حكي يا شعبان؟ ما في كلام. اي نعم يا مختار، حبيت اجي خبرك قبل ما تسمع من غيري. خير شو في؟ مفيد يا مختار. مفيد الوحش؟ شبو عمل شي مشكلة جديدة؟ اجا اليوم على المدرسة والشر بين عيونه، فقلت ربط طريق ولا كله وطردته. خيرا فعلت. هالولد مو خرج علم، هالولد في عنده روح إجرامية. ما في كلام. شرفك ما بتعرف ليش بعتك تجيبني؟ لا وحياة عيونك وعيون الطيبين ما بعرف. ولو طيب مين كان عنده لما بعتك؟ كان عنده الأستاذ شعبان وبس. معناها الشغلة إلها علاقة بالوحش. وحش؟ أي وحش؟ مفيد الوحش اللي أطعد أنا بالجحش. إلهي عدمني يا ويريحني منه يا حق. ايديك انت وياه. شو سالي تعبت؟ شبك سالي بعينتك ارتعبت عن جد؟ زير مني سرقت لك التفاحة. منين؟ من بستان عباس حلاب النملة. اوف الطير الطاير ما بينفض من حلاب النملة. بس انا نفدت. حلال عليك. انا خبيت لك الملبسات. انا ما بدي اكلم. معليش كولي كمان. شو في اخبار؟ ما في اخبار الا طردك من المدرسة. وبالحصة الثانية ما فتنا على الصف. جمعنا الاستاذ بالباحة وصار يحكي لنا عن تصرفاتك. شو قال يعني؟ قال انك اعتديت على حيوان بريء وقطعت ذنبه بلا ذنب. وقال انه الحيوان فيه روح ويتألم مثل البني ادم. وهذا العمل جريمة. مفيد شو بقى؟ ما عاد عم بفهم شي من شي. بشو؟ الأستاذ بيعتبر الاعتداء على الحيوان جريمة، مع إنه الناس بيقتلوا الجقل والضبع والنمر وبيعتبروها بطولة، مع إنه كلهم حيوانات. بس الأستاذ قال إنه في فرق. وين الفرق؟ قال إنه الضبع والجقل والنمر حيوانات مؤذية، بينما الحمار حيوان مفيد. لا الشغلة مو هيك. لأنه الغزال والأرنب كمان بيعيشوا على الحشيش وما بيأذوا حدا، ومع هيك بيقتلوهم. هدول بيقتلوهم ليأكلوهم. آه أصدق ضربوني واعتبروني وحش لأني ما أكلت دهنة بالجحر. تركيني بأبي، تركيني بأبي مشان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. روحوا العبوا يا أولاد. لك روحوا. شبك يا أبو مفيد؟ إياكي ثم إياكي تناديني بهالاسم مرة تانية. الوحش ما هو ابني. خير صار شي؟ قول. والله فزعتني. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. صار شيء جديد اليوم؟ لك أمي شو عملت اليوم كمان؟ ما عملت شيء، بس طردوني من المدرسة. سميناك مفيد، متأملين أنك تطلع بني آدم مفيد. خاب أملنا، طلعت وحش، أوحش من وحوش كل الدنيا. سمي بالرحمن يا إبراهيم. بسم الله ولا إله إلا الله. يمكن الله بعتك إلي عقوبة لأني عبد مذنب وخاطئ، وأنا راضي بالمكتوب.
اللهم لا اعتراض، لكن الله أعلم بأنه أنا طاش حجري وما عاد أعرف شو بدي ساوي. اليوم وأنا راجع من الشغل سمعت الأولاد بالحارة عم يصيحوا مفيد الوحش اللي أطعدنا بالجعج. حسبت بيني وبين نفسي لقيت أنه كلامهم صحيح، أنت فعلا وحش. وأنا يشهد الله علي ما عاد لصرف فيك ولا عاد قادر على تأديبك. لك لما بجلدك كأني عم بجلد حالي، لما بضربك أنا بتوجع وأنت ما بتتوجع، لك لما بضربك بكله بتعب، أنت لا بتكل ولا بتحس ولا بتتعب. أنت فعلا وحش مثل ما عم يقولوا الناس، وأنا يشهد ربي علي ما عاد ليقدر على تأديبك ولا تربيتك. ارحمني ارحمني وروح من بيتي. يا شحاري وين بده يروح؟ إلهي أنت أدرى بحالي، إلهي أنت أعلم بإني عملت جهدي إني أعمل منه بني آدم، لكن ما صار. لهالسبب أنا بري منك من اليوم ليوم لقيامة، وحسبي الله ونعم الوكيل. إلهي أنت أدرى بحالي، إلهي أنت أعلم بإني عملت جهدي إني أعمل منه بني آدم، لكن ما صار. لهالسبب أنا بري منك من اليوم ليوم لقيامة، وحسبي الله ونعم الوكيل. Thank you.
ليش تأخرت؟ وينه سالم؟ أبي وأبوه عرفوا إن جينا لعندك وعملوا لنا لازم. ومين قال لهم؟ شو بعرفني؟ كان جايب لك قرش شنك ليش وأربع ترخفة، أنا طالع نبشني أبي وكمان عمل لي اللازم. بس لو جايب لي معك حبة ملح، لأنه عم صيد كفايتي وزيادة. بس اللحم بلا ملح ما بيتاكل. بزنتي حظك بيفلق الصخر. شو؟ خبيت شوية ملح بجيبتي وقت نبشني أبي ما انتبه له. خلي الملحات بجيب تاكل حقني. منيح جبتهم شغله يتسلوا فيها. ما عاد حدا ذكرك باسمك الاصلي، كلهم بيسموك مفيد الوحش ومفيد الوحش. احسن ما يتشوه اسم العيله الكريمه. صراحه انا ما حدا فهمني بكل هالضيعه غير امي. اما التانيين اللي عم يقولوا عني اني وحش فلي حساب طويل معهم، لانهم هن الوحوش. شو قصدك؟ بعدين بحكي لك. فيك تفهمني انا شو عملت حتى طردوني من المدرسة وكعروني من البيت والضيعة؟ لانه قطعت ذنب لحمه. صحيح انا قطعت ذنب الجحش، بس سلامي اخوه للمختار السنة الماضية زت حماره عن ظهر الكتف. قال ليش؟ لانه ختيار وما عاد خر الشغل وما حدا حكى شيء. فيك تفهمني ليش؟ ايه بشرفي. صحيح مع انه هو اللي موت الحمار، الناس بس تشوفه بالشارع تقول له بسلامة راسك وتعيش وتشتري غيره. اما انا فعدوني وحش ومجرم لانه قطعت ذنب حمار. فيك تفهمني ليش؟ لك ليش الناس بتكرهني؟ والله ما بعرف. انا فكرت كمان ما كنت اعرف ليش. يمكن لانه راسي سميك شوي. بس شوي. اسمعي يوسف، يوم روحنا حبيتنا وضل حوم، بركي بتشوفك امي. اذا سالتك عني الا انا وين، خليها تحاكي لابي، خليه يرجعني على البيت. ماني حابب صير وحش مثل ما هالناس بدها. بعدك مفيد ما هيك؟ ايه خالي، ويسلم عليك كثير. وبقول لي بركي بتقدري تقنعي لابوه بشان رجعوا على البيت. قل له مفيد خليه يطول باله كم يوم، انا رح بحكي مع ابوه مشان يسامحه ويرجعوا على البيت. وبكره الصبح مثل هالوقت ارجع لهم بتلاقيني حاطه شويه اغراض، خذهم لمفيد. الله يرضى عليك. تكرمي خالي. سلام.
انت شي ثاني. ما شفتي هذيك كيف مدعمه لبنت شلال؟ طيب تروح تطلبني من ابي ليه؟ وحياة عيوني لولا اني متجوز لا اطلبك اليوم قبل بكره. الشرع سمح بثنتين وثلاثه واربعه. الحكي صحيح بس انا مربوط الايدين والرجلين لان اخوه مرتي عشره، الواحد منهم اذا خبط الحيط بهده، ناس مشرانين اعوذ بالله ما يسمعوا اني جوزت عقده بكسروا راسي. آه يا رب يا دلوني. بتسلم عليك وتقول له طول بالك كم يوم بركي بتقدر تقنعه لابوك يرجعك على البيت. ان شاء الله ان شاء الله. لا سيدي ما هي بسيطه. قبل كل شيء فهمنا كيف صار الحادث. مثل ما قلت لك يا مختار، كنت عم اتمشى صوب الحرشه فطلع بوشي مثل الجني اعوذ بالله، ولما شافني رماني بالنقافة وفجل لي راسي، ولو ما هربت الله أعلم شو كان صار. هالولد عنده روح إجرامية ما في كلام، لازم نخبر الدرك عنه. بس الدرك رح يسألوا الأستاذ شو أخذوا على الحرشة. شو أستاذ كنت عم تعطي العصفورة درس خصوصي؟ لا لا ما في داعي للدرك مختار. عين العقل أحسن ما تحكي العصفورة أستاذ. هيك لكان الولد محترم بس غضبان. معلش انا ما بفكر اجاه طول بالك كمان، يعني بركي بتقدر تقنع لابوه يغير رايه ويرجع على قلبه. ايه بسيطه بس لامتى بيطول بالي؟ صار لي بهالحرشه اسبوعين وخايف صير وحش مثل عم يحكوا عني. امبارح نزلت على الضيعه لاني اشتقت للناس، طلعوا لك الاولاد علي وبلشوا ينادوا وفيد الوحش اللي قطع ذنب الجحش. حملت حالي ورجعت، قلت احسن ما اضرب لي شي واحد واقع بمشكله جديده. دخلك الاستاذ شعبان كيف راسه؟ لساته رابطه من يوم اللي انفج، بطل يجيب سيرتك لا بالمنيح ولا بالعاطل. Thank you.
يعطيك العافية. الله يعافيك. كيف أخي إبراهيم؟ إن شاء الله بخير. من الله بخير الحمد لله. ما راح أعطلك كثير. خير. خير يصيبك. الصراحة أنا جاي مشان ابنك مفيد. ليش عملت شيء كمان؟ لا لا اطمن ما عمل شيء. أنا جاي أطلب منك ترجعه على البيت. الولد اختي. صار له 15 يوم نايم بالحرشة وشي ما بيجوز. بتضل أبوه بيضل ابنك. إذا هذا هو الموضوع اللي جاي تحكي فيه. عدم المؤاخذة، الله معك. طول عمرك مغضوب. وراح تضلك مغضوب. شيء. لمين المندي؟ إلي. منين جايبه؟ جاني هدية من حبيبتي. شو حبيبتك؟ أنت صاحبي، خليني أحكي لك. هات لشو؟ من شي أسبوعين كنت ماشي بالحرشة وشفت لك الأستاذ شعبان. عنده روح إجرامية، ما في كلام. لا يا مختار، ما في داعي للدراك. الشغلة ما بتستاهل مثل ما شايف بسيطة. كيف بسيطة وراسك تطبش تطبيش بهالشكل؟ كيف؟ إي نعم بسيطة. الأستاذ عرفان شو عم يحكي. لأنه جيرانه عم يقولوا إنه سمعوا صياحه جوات البيت. مو على طريق الحرشة مثل ما عم يقول. شو يعني؟ يعني حلوا عن هالولد المسكين تركوه بحاله بقى. رح تعملوه وحش بالفعل. أنا شايف ما حدا مسكين غيرك يا حمود، والولد صاير بالفعل وحش، ما في كلام. بس الشيء اللي بيحير إنه أنت ليش عم تدافع عنه بهالشكل؟ أنا مالي فهمان ليكون واحد من تلاميذك. أنا عم دافع عن الولد لأنه مريض. وإذا ما بتصدقني روح اسأل فهيمة وزوجة الأستاذ. الولد في عنه روح إجرامية، ما في كلام. وأنت عمرك ما فهمت شيء. لك العيب مو عليك، العيب على اللي بيجي لعندك. ليش قال لي اسأل فهيمة وزوجة الأستاذ؟ شو بيعرفني؟ ليش ما سألته؟ يلا أمي، يلا إذا شبعتوا روحوا غسلونا. بدي احكي معك كلمتين. خير شو في؟ ابنك مفيد صار له شهر زمان عايش بالحرشة. ما فهمتك الف مرة، ما تجيبي سيرة الوحش قدامي. لا يا ابراهيم، حرام عليك، هذا الولد ابنك من دمك ولحمك. هالمأذي له ابني ولا انا ابوه، انا بري منه من هلأ ليوم لقيامي، لانه وحش والوحش مطرح الحرشة بين الوحوش. هذا أكيد مفيد، وأكيد سمع كلامك وما عاد يرجع أبدا. عمرينه ما يرجع، دربي سنت ما يرد.
يا عم. الله يعافيك يا ابني. ممكن نشرب؟ تفضل. لازمكم شغيل يا عم. لازمنا يا ابني، بس ما معنا مصاري. انا بشتغل باكلي بس. يا وديعة، شوفي هاتي البرغلات اللي بقيوا. وين الشغل؟ هي البلطة وهي الأرامي، كسر يلي بتقدر عليه. خاطرك عم؟ بعد بكير، ما صار لك ساعة؟ خلصوا الأرامي. ردد يا زول، ردد يا زول، خلي واو لن يزول، خلي واو لن يزول، ردد يا زول، ردد يا زول، خلي واو لن يزول. ردد يا زول، ردد يا زول، خلي واو لن يزول، خلي واو لن يزول. Thank you.
أنا. مين حضرتك ولا صغرى؟ أنا مفيد. أهلا مفيد، تفضل فوت. اسم الله حولك وحواليك، شو كبرت يا مفيد؟ وشو هالحياصة اللي حاططها برقبتك؟ كيفكم؟ إن شاء الله بخير. بنحمد الله. ييه، وطلع لك شوارب كمان؟ يا بنات سلموا على ابن عمتكم. بيطول خالي ليرجع؟ ما بقي الا يصل. شو اخبار امك وابوك؟ ببقى بحكي لك بعدين، عندي شغله صغيره رح ساويها لبين ما يرجع خالي. شو؟ وصرت تخجل كمان يا ابن المغضوب؟ مرحبا خال. مين؟ مفيد؟ أهلين خالد، أهلين. كيفك؟ إن شاء الله مبسوط. ما شاء الله ما شاء الله، صاير وحش. توقعتك تيجي أبكر من هيك. ليش سمعت؟ أي والله أهلين بمفيد الوحش اللي قطع ذنب الجحش. ولا يهمك خال. يا الله. شايف ابن اختك صاير شب؟ ايه خزيت العين، صاير مثل الوحش. اعطيني الصندل. آه يا عين خالك، آه لا تحمل هم، اللي بده يصير بده يصير. انت شلون عرفت؟ ما كنت محبوس؟ خبر السوق له ألف جناح. لما خلص التحقيق معي وما ثبتوا علي شيء، اجى أمر بإطلاق سراحي فطالعوني. حزين خال، مين أول واحد شفته؟ مين؟ عبدوش. وقام حكالي القصة كلها. وين شفته؟ شفته بالطريق، وقال لي انه عم يشتغل بفرن بساحة رأس النبع. خال، انت ليش عم تسأل؟ لا مو مشان شي. خال، شو هالشروش برجليك؟ هذول عروق الدوالي. شلون بتصير؟ من كتر الوقفة ومن دفش العرباية بالطلوع. طيب لاقي لك شغلة تانية. لا جد خال، دور لك على غير شغلي. اه يا عين خالك، انا ما عندي وقت دور على اي شيء. ولا تنسى انه عندي 8 تنفس لازم طعميهم. والادهى من هيك اني بقعد برات الحبس يومين وثلاثه جواتي. ومرت خالك بدها ولد ونازله بس بنات. ايه خال، احكي لي كل شيء صار معك. تعرف خال، أنا لما كنت بعمرك كنت شقوي مثلك، بس ما هربت من بيت أهلي وكنت حاول ساعدهم على قدر الإمكان. آه يا خال، آه ماني عارفه منين بدي بلش. بلش منين ما بدك، بس احكي الصح. أنا ما بدي مشاكل، أنا بدي تشوف لي شغلة شريفة أكل منها لقمة نظيفة. ولا على بالك، أنا هولت القصة حتى جس نبضك بس يا مفيد. إيه، وشو لقيت؟
شغلتنا شريفة نظيفة، كم بوكس والسلام. لسه بده يجي يوم حطك بهالفرن هاد مثل الخروف المكتف لحتى تستوي وتعرف ان الله حق. لما نموت رح تصير روسنا هيك. وعدني انك ما تترك القراية مهما صار، لان الام يا خال نص اعمى.